اللهم آمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا
اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ولدا إلا أصلحته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا شهادة رسولك، واجعل موتي في بلد رسولك. اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم آنس وحشتي في قبري، واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة، وبكل جزء من القرآن جزاء. اللهم ارزقنا بالألف ألفا، وبالباء حكمة، وبالخاء خيرا، وبالدال دليلا، وبالذال ذكاء، وبالراء رحمة، وبالزال زكاة، وبالسين سعادة، وبالشين شفاء، وبالطاد ضياء، وبالطار طراوة، وبالضار ظفرا، وبالعين علما، وبالعين علما، وبالغين غنى، وبالفاء فلاحا، وبالقاف قربة، وبالكاف كرامة، وباللام لطفة، وبالميم موعظة، وبالنون نورا، وبالنون نورا، وبالهاء هداية، وبالهاء هداية، وبالياء يقينا. أو اللهم نور قلوبنا بالقرآن، وزين أخلاقنا في القرآن، وزين أخلاقنا بالقرآن، ونجنا من النار بالقرآن، ونجنا من النار بالقرآن، وأدخلنا الجنة في القرآن، وأدخلنا في الجنة بالقرآن.
برحمتك